تعالوا بقى دلوقتي نروح احنا وكل حضراتكم على مقر جريده الشروق مع مراسلتنا روزان نصر اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. روزان صباح الفل عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، بس قبل جولة الأخبار اليومية نروح لجدول مباريات النهاردة 14 مارس. في الدوري المصري طبعا الإسماعيلي مع الأهلي في الساعة 7:30 مساء، في دوري أبطال أوروبا ليفربول مع لايبزيغ في تمام الساعة 10 مساء، باريس سان جيرمان مع برشلونة في تمام الساعة 10 مساء، وفي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون في الساعة 8 مساء. أول خبر بقى معانا من اليوم السابع، منتخب 2006 يرفض الوديات بسبب كورونا ويكتفي بالتقسيمة. فضل الجهاز الفني لمنتخب 2006 عدم خوض أي وديات خلال الفترة الحالية للحكم على مستوى اللاعبين، وذلك بسبب فيروس كورونا، وقرر الاكتفاء فقط بالتقسيمات بين اللاعبين في التدريب. كمان بيراقب الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان العديد من اللاعبين والاستقرار على القوام الأساسي قبل التصفيات الإفريقية في 2022، وأشار إلى أن القوام المبدئي للمنتخب هيضم 100 لاعب مع مراعاة التطور والتغيير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية. من أخبار اليوم، الأولمبية الدولية تحسم موقف الجماهير مطلع إبريل. قالت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستأخذ قرار بشأن السماح بحضور الجماهير المنافسات الأولمبية في طوكيو، وتم ذكر خلال مؤتمر صحفي فيما يتعلق بالجماهير سيكون هناك قرار في نهاية مارس أو أوائل إبريل يخص الجماهير الدولية، ومن الصعب الحديث أبعد من ذلك. كمان أظهر استطلاع خلال المؤتمر أن 77% من اليابانيين مش عايزين حضور أي جماهير أجنبية للألعاب الأولمبية بسبب خوفهم طبعا من انتشار فيروس كورونا. من موقع يلا كورة، برشلونة يحلم بمعجزة أمام باريس سان جيرمان، وليفربول يتطلع للخروج من كبوته. قبل 4 مواسم كان مستوى برشلونة جيد لدرجة التي ساعدته على تقديم ريمونتادا تاريخية في مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، والآن يحتاج الفريق لتقديم نفس الأداء أمام نفس الفريق إذا أراد بلوغ دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا. وفي المقابل يعاني ليفربول الذي يحمل لقبه، حيث تراجع الفريق إلى المركز الثامن بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. ومن روسيا اليوم، بيرلو يصر على مشروعه رغم الخروج المبكر ليوفنتوس. قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أن مشروعه لا يزال في بدايته وسيستمر في مسيرته رغم الخروج المبكر من دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام 10 لاعبين من بورتو. ورغم السيطرة المحلية الواضحة، أحرز يوفنتوس اللقب الأوروبي مرتين مقابل 7 مرات، ويحتاج النادي إلى المجد الأوروبي، لكن بيرلو يصر على أنه لا يزال في بداية مسيرته. وأضاف أيضا: أنا مدرب يوفنتوس في الوقت الحالي وسأعمل على مشروع أكبر ويسري ذلك على ما بعد هذا الموسم. وأخيرا من جريدة الشروق، ميسي يحلم باستنساخ معجزة الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان. يستأنف طبعا اليوم منافسات الإياب من دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان، ويدخل برشلونة مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان بعد تأخره في الذهاب، ولكن هذه المرة خارج ملعبه وبدون نجميه نيمار وسواريز، ليجد ميسي نفسه وحيدا أمام حلم استنساخ المجد أمام باريس سان جيرمان. ويعني يا رب طبعا، بنتمنى طبعا الفوز. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة تانية. ده احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر، وطبعا كل الشكر كمان لمحمد توفيق زميلنا العزيز. شكرا.